انتشر خلال الساعات القليلة الماضية نبأ وفاة الفنانة المصرية نشوى مصطفى والترحم عليها بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي إثر إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام. ورد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية بمصر في منشور عبر فيسبوك على هذه الأنباء بالقول: نشوى مصطفى بخير وما فيش أي حاجة وهتقوم بالسلامة إن شاء الله خلال أيام وبلاش إشاعات كاذبة. المصدر الوحيد هي نفسها وأسرتها ونقابة المهن التمثيلية، وغير هذا كذب من ناس مغرضة. نشوى زي الفل بإذن الله. كما نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد صحة الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة المصرية نشوى مصطفى. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى جيدة جدا وفي تحسن مستمر وتتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه. وكانت الفنانة المصرية نشوى مصطفى قد كشفت عن تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، وقالت وهي تتحدث بصعوبة بالغة في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية إنها شعرت بأعراض المرض من الخميس 29 من أكتوبر، وكانت تظن في البداية إنها مجرد برد عادي واكتفت بتلقي مخفضات للحرارة، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن الأمر ازداد صعوبة عندما شعرت بآلام لا يحتملها بشر في جسدها بالكامل وبصدرها على وجه الخصوص بحسب تعبيرها. وتابعت إنه بعد فشل بروتوكول علاج أوصى به طبيب عالجها في المنزل ورفض مستشفيات قبولها للعلاج، اتصل نجلها برقم شكوى رئاسة الوزراء المصرية وأخبرهم أن حالة والدته صعبة ومصابة بفيروس كورونا، كما أن ابنتها اتصلت بالخط الساخن لوزارة الصحة المصرية وأخبرتهم أن والدتها تحتضر، فطلبوا منها معرفة عمرها ورقمها القومي، وبالفعل أحضروا لها سيارة إسعاف وتم نقلها إلى المستشفى على الفور. وأكدت الفنانة المصرية نشوى مصطفى أن درجة حرارتها ما زالت مرتفعة للغاية ولم تكن تتخيل أن فيروس كورونا المستجد بهذه الصعوبة، مضيفة: لم أكن أتخيل أن آلام كورونا بهذا الشكل، إذا كيف ستكون سكرات الموت. وطالبت الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل. وشددت الممثلة المصرية إنه قبل إصابتها بكورونا لم تحضر مهرجان الجونة السينمائي ولا زفاف زميلتها الفنانة التونسية درة، ولكنها ذهبت إلى محل سوبر ماركت لشراء الخضار واللحوم المجمدة إلى جانب أماكن عادية دون ارتدادها الكمامة الطبية. وفي ختام مداخلتها الهاتفية طلبت نشوى مصطفى الجمهور بعدم الاستهانة بفيروس كورونا المستجد وعدم الخروج في الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، كما إنها وجهت الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالقطاع الطبي بشكل عام.